العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في قصره بالرياض اليوم سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ الذين قدموا للسلام عليه أيده الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في قصره بالرياض اليوم سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ الذين قدموا للسلام عليه أيده الله. وفي بداية الاستقبال الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أنصت الجميع إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم مع شرحها وتفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. في هذه الآيات يذكر الله تبارك وتعالى لنا أول حادثة قتل في تاريخ البشرية، ولا شك أن القتل جرمه عظيم، فمن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ولكن أيضا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولهذا جاء العفو، جعل الله في يد أولياء الدم حق العفو، ومن شفع في ذلك فهو على أجر عظيم، من شفع فقبلت شفاعته ثم عفي عن ذلك القاتل فقد أحيا نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا شك أن هذا أجره عظيم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من العافين والمصلحين والمحسنين، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وخلال الاستقبال رحب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بالجميع، وتحدث حفظه الله عن الأحداث التي تشهدها المنطقة حاليا وعن ما تحظى به المملكة من نعم أنعم الله بها عليها وما تتطلبه هذه النعم من الشكر، وفي مقدمتها نعمة الأمن والأمان، منوها أيده الله بتكاتف جميع أبناء الوطن ووحدة صفهم وحرصهم على مكتسبات بلادهم، الأمر الذي يدحر كيد الكائدين ويردهم خائبين. وقال الملك المفدى: الأخبار ولا الحمد العالمية؟ نعم طبعا إلا يعني ولا الحمد الله يجزيكم على خير. شيء زين والأكثرية لا، الله ذبح الله حكيم الله حكيم عليك وقل له روح. هاللي صار واللي بيصير عقب ان شاء الله دبر الخير ان شاء الله. سم ابتلاء وامتحان ان شاء الله عقب التقوى ان شاء الله. لكن يا شيخ ما علته سمعتم فيه ناس منا فيه يا طويل العمر انهم يشوفون الناس والاطفال مش الاطفال يعني الشباب نعم يغررونهم الروحة ولا يروحون يعني الاراق خطأ سم؟ يقول هذا خطأ يقع إيش أمر ما يدركون عاقبته ولا يدركون تصوراته خطأ يكون هذا. إيه بس هذا ودك يصير فيها حكم طال عمرك، ما هو بس على السجن بس اللي بيجي يغرر يعني أطفال الناس وخليهم يروحون يخدعهم مساكين. نعم يخدعهم ويغررهم وهم لا يفهموا شيء. الله يكفينا شرهم الله يكفينا شرهم. ولله الحمد يعني انه في ذا ولله الحمد يبي لنا الشكر بس يطول العمر. الحمد لله يبي لنا الشكر الشكر الله يديم عليكم وعليكم اللي ولله الحمد بنعمه اللهم لك بنعمه امان واستقرار ورغد اي شيء. الحمد لله الحمد لله يطول العمر. ولا يعني هل نشوف حول ما نقوم منهم يعني انتم اتركوا صاحبينهم فالأمر صار فيهم أول شيء الحقد بين يعني الشعب الآن كل واحد يبي يعني ينحزب وكل واحد يكول له هذا كول له وصار بينهم أعداء أعداء بين الشعب. واللي أدهى وأمر في الأمر سمعت وأنا أبرا إلى الله أنه تعدت إلى شيء أكبر إلى يعني المحارم، وهذا الشيء اللي يعني يغضب الله ولهم الله يكفينا شرهم الله يكفينا شرهم. نعم الله يكف بأس الذين كفروا. اللهم 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 أشد بأسا وأشدكم في طيب العمر بس إن الله يدافع عن الذين آمنوا الحمد لله بعد. بس ودك اللي يجون ويغررون بالأطفال أن يحكم عليها هم حكم أكثر من ما هم مستحبين. سم مستحبين في العمر غرروا بين الأطفال ودوهم وغرروهم يعني قتلوا واللي قتل واللي حبس واللي سوى وهو في ذمن عنه الله الحمد حياة العمر. الله يكفينا شرهم الله يكفينا شرهم. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية،
وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين.